السلام عليكم متابعين قناة فيروس 7 اكس، حلقة جديدة معكم اخوكم من السيتو. في الحلقة اللي فاتت الشباب اتعلمنا ازاي نفحص التطبيقات يدويا، نجيب برنامج مثلا زي نسخة واتساب جي بي اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، نحطها على الاي بي كي ايزي تول، نعمل لها ريفرس انجينيرنج هندسة عكسية، نعمل للابلكيشن ده دي كومبايل نفككه، نجيب السورس كود بتاعه ونفتح ملف الاندرويد مانيفيست ونشوف البرميشنز او الصلاحيات بتاعته. تمام، طيب خلينا نوضح للناس اللي مش فاهمة. اي برنامج او اي لعبة او اي تطبيق بيشتغل على الجهاز بتاعك بياخد اذونات من الجهاز بتاعك. يعني مثلا لو جيت تنزل اي برنامج وجيت تثبته هتلاقي بيقولك ان هذا التطبيق بامكانه الوصول الى، وبقولك على طول التالي بعد كده بقولك تثبيت. تمام، الاذونات دي لازم انت توافق عليها عشان الابليكيشن ده يشتغل عندك. يعني انت كده بتدي له تصريح ان هو مثلا يوصل للكاميرا، يوصل لجهاز الاتصال، يوصل مثلا للذاكره الداخليه بتاعه الجهاز، يقرا ويكتب عليها. يقرا ويكتب دي معناها ان هو يقدر مثلا يقرا فيدخل على الملفات بتاعتك اي ملف ويقرا كل المحتوى بتاعك، يعني شوف مثلا الصور، شوف مثلا الصوتيات والفيديوهات وكل الملفات بتاعتك. يكتب عليها، يعني يقدر ان هو مثلا يعدل عليها. لو انت مثلا عامل ملف عندك يقدر ان هو يقرا الملف ده ويكتب عليه ويعدل عليه. فهمت قصدي؟ طيب فده المقصود بالقرايه والكتابه. طيب فبعد كده البرنامج ده بيبدا ان هو يتحكم في الجهاز بتاعك عن طريق الصلاحيات دي. فاحنا في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نحلل الصلاحيات دي ونشوف مثلا الاندرويد برميشنز وحتى الهاردوير اللي بيستخدمه التطبيق ده او اللي بيتطلبه التطبيق ده من الجهاز بتاعك، ووضحنا كل ده في الفيديو اللي فات. بس في ناس قالت لي احنا محتاجين يعني نوضح الموضوع شويه، فانا هختصر عليك عشان ما تدرس برمجه وتدرس مثلا الجافا وتشوف كل الصلاحيات دي والاندرويد برميشنز والموضوع ده كله، واختصر عليك وهقول لك على حوالي 20 صلاحيه لو لقيتهم في اي تطبيق حط احتمال بنسبه 90% ان دي كده ممكن تكون برمجيه تجسس او حتى تتعامل بحس مع التطبيق ده، او ممكن حتى تشغله وتبدا ان انت تعمل اناليسز للبيهافير او السلوك بتاعه في الباك جراوند، وده ان شاء الله هنتعلمه في الحلقات اللي جايه. طيب فانا باختصار هوضح لك في الفيديو ده حوالي 20 صلاحيه وحاجات اساسيه ومهمه جدا في امن المعلومات. اول حاجه دلوقتي لو جينا مثلا نبص عندنا الجهاز بتاعك او الموبايل بتاعك بيعتمد على حوالي 9 حاجات. اول حاجه الفون، الرسائل الاس ام اس، بعد كده التقويم، بعد كده جهاز الاتصال واللوكيشن والتخزين، ذاكره التخزين بتاعت جهازك، وبعد كده الكاميرا والميكروفون والسنسور اللي هو المستشعر. تمام، طيب السنسور او المستشعر ده اللي هو ببساطه عشان اوضح لك، لو انت مثلا جبت لعبه عربيات مثلا بتلعبها، فانت بتميل الجهاز يمين وشمال، فلما انت بقى بتميل الجهاز يمين وشمال فبيدي امر للجهاز ان هو يعني يتجه يمين او يتجه مثلا شمال. فهمت قصدي؟ فده المقصود بالسنسور اللي هو المستشعر، وهتلاقي برده الفايبريشن برده من ضمن السنسور. تمام، طيب فدي كده حاجات اساسيه في الجهاز بتاعك. كل حاجة منهم ليها كذا صلاحية، الصلاحيات دي في منها الخطير وفي منها البسيط، بس دي كده من ضمن أخطر الصلاحيات اللي ممكن أي أبليكيشن يطلبها. تمام؟ فأول حاجة عندنا من الحاجات دي اللي هو الفون، والفون ده المقصود بيه إن هو الهاتف، مثلا المكالمات والحاجات اللي ليها علاقة كلها بالاتصالات، زي مثلا اليوز اس أي بي، ده بروتوكول وظيفته إن هو يبدأ جلسات اتصالات مثلا. فلو أنت لقيت إن دي كده صلاحية مثلا أبليكيشن طالب إن هو يستخدم البروتوكول بتاع الاس أي بي، فده كده أبليكيشن واخد صلاحية بإذن ان هو يبدا جلسات اتصال من الجهاز بتاعك على سبيل المثال يعني. تمام، طيب من ضمن برضو السيستم اليرت ويندو ان هو يتحكم في نافذه التنبيهات، يتحكم مثلا يعمل رايت على السيتنجز، يعني يقدر ان هو يكتب على الاعدادات زي ما وضحت لك من شويه ان الكتابه ان هو يقدر يعدل عليها. تمام، في نفس الوقت برضو يعمل ريد فون ستيت ان هو يقرا حاله الجهاز، يعني يشوف كل المكالمات اللي عندك او الجهاز الحاجات اللي على الجهاز بتاعك اللي خاصه بالمكالمات. تمام، طيب بعد كده الكول فون يقدر ان هو يوصل للمكالمات الصوتيه اللي عندك على الجهاز، ريد كول لوج، ويقدر ان هو يعمل كمان رايت على الكول لوج اللي هو سجل المكالمات، يعني يشوف كل المكالمات اللي انت عملتها ويقدر كمان ان هو يعدل عليها، يعني يعمل ريد ورايت. فهمت قصدي؟ طيب في نفس الوقت برضو يعمل اد للفويس ميل، يقدر ان هو يعمل فويس ميل، ويقدر ان هو كمان يعمل انسر للفون كولز، يقدر يرد على المكالمات، ويقدر برضو يعمل ريد فون نمبرز، يقدر ان هو يقرا الارقام بتاعه الهاتف. طيب ده كده كله ضمن الفون، دي كلها صلاحيات لو لقيتها في تطبيق يعني لازم تخاف من التطبيق ده وتبدا ان انت تعمل له فحص شامل، او حتى ما تثبتوش على الجهاز بتاعك، لان مش اي تطبيق هيوصل لصلاحيات زي دي كده وهيكون تطبيق عادي. فهمت قصدي؟ تاني حاجه بقى اللي هي الرسائل او الاس ام اس، لو لقيت مثلا ابلكيشن واخد صلاحيات ان هو يعمل سنت اس ام اس، او مثلا ريسيف اس ام اس، او يبدا ان هو يعمل ريد اس ام اس، يقدر ان هو يشوف الرسائل، يقدر ان هو يستلم الرسائل، يقدر ان هو يبعت الرسائل، فبرضه الابلكيشن ده تقلق منه وتبدا ان انت تحطه تحت مثلا التحليل او المراقبه وتحرص في استخدامك للبرنامج ده. تالت حاجه بقى اللي هي التقويم، وده ما بيكونش خطير قوي، ولكن برضه ما فيش تطبيقات عاديه هتطلب الصلاحيات بتاعته ان هي تعمل ريد او رايت للتقويم. تمام،
بعد كده عندنا جهات الاتصال، ودي مهمه جدا. جهات الاتصال لو ابلكيشن واخد صلاحيه ان هو يعمل ريد كونتاكتس او مثلا رايت على الكونتاكتس او يعمل جيت اكونتس، زي مثلا نسخه واتساب لقينا قبل كده ان هي بتعمل جيت اكونتس، ان هي بتحصل على جهات الاتصال اللي عندك بالكامل، في نفس الوقت برضو بتقدر ان هي تعمل رايت وريد لجهات الاتصال. يعني مثلا تقدر ان هي تقرا جهات الاتصال وتقدر ان هي مثلا تعدل عليها. بعد كده برضو عندنا اللوكيشن، ودي برضو حاجه خطيره جدا. اللوكيشن عندنا صلاحيتين، الصلاحيه الاولى اللي هي اكسس فايل لوكيشن، والثانيه اللي هي اكسس كورس لوكيشن. الكورس لوكيشن اللي هي الموقع التقريبي، يعني مثلا في المنطقه الفلانيه، فهمت قصدي؟ لكن الفايل لوكيشن اللي هو الموقع الدقيق، في المنطقه الفلانيه، في الشارع الفلاني، في المكان الفلاني. يعني ابسط حاجه ممكن يجيب اللوكيشن بتاعك على مسافه مثلا 15 متر او 10 متر جنب منك، يعني بيحدد اللوكيشن الدقيق بتاعك. ودي برده من ضمن الصلاحيات الخطيره، يعني مثلا بايلوت الميتا سبلويت هوري لكم بعد شويه واخد صلاحيات زي دي، ان هو يحدد الموقع بتاع الجهاز بتاعك، تمام؟ طيب بعد كده ستورجي، التخزين بتاع الجهاز بتاعك، ريد اكسترنال ستورجي، وفي نفس الوقت يعمل رايت على الاكسترنال ستورجي. الذاكره الداخليه اللي هي انت حاطط عليها كل الداتا بتاعتك، بصورك، بفيديوهاتك، بملفاتك، بكل الحاجات الخاصه بيك، ده كده عنده صلاحيه ان هو يعمل ريد ورايت، يقدر ان هو يقرا الملفات دي كلها يعني ريد، ويكتب عليها يعني رايت برضو، ان هو يقدر يعدل على الملفات دي كلها. فدي برضو من ضمن الصلاحيات الخطيره، تمام؟ بعد كده عندنا الكاميرا، ان هو يعمل اكسس على الكاميرا. ده طبعا هي البرميشن بتكون كده، ان هو مثلا اندرويد برميشن، بعد كده الكاميرا، ان هو عنده صلاحيات ان هو يوصل للكاميرا بس، تمام؟ طبعا برضو من ضمن الصلاحيات الخطيره ان هو يوصل الكاميرا بتاعتك، لان مش شرط ان هو يكون فاتح الكاميرا فيجيب لك ان هو فاتح الكاميرا، لا، ممكن يفتحها في البيهيفير او مثلا في الباك جراوند. يعني ممكن تبقى الكاميرا مفتوحه، البرنامج بتاع التراك فيو بيبدا ان هو يراقب الكاميرا بتاعتك ويفتحها وينقل الصوره بتاعتك للطرف الثاني من غير ما يديلك اي اشعار، بمجرد بس ما تكون متصل بالانترنت، تمام؟ طيب بعد كده الميكروفون، وده برضو خطير، ان انت تقدر توصل للميكروفون بتاع الضحيه، تقدر تتنصت على الكلام بتاعه اللي بيقوله كله من غير ما تديله اي اشعار، برضو موجوده في البرنامج بتاع تراك فيو بتاع مراقبه الاطفال. اما البودي سنسور بقى اللي انا اتكلمت عنه، اللي هو ببساطه بيسمح لك ان انت تتحكم في المستشعر بتاع الجهاز يمين وشمال مثلا، او الهزاز او الحاجات دي. فدي كده اخطر صلاحيات ممكن تلاقيها في اي برنامج تجسس، اي برنامج، حتى البايلوت بتاع ميد سبلايت مثلا لو جينا نشوفه هتلاقي الصلاحيات بتاعته. ده كده بايلوت ميد سبلايت، لو جينا مثلا نشوف الصلاحيات بتاعته يعمل اكسس للانترنت، الواي فاي ستيت والواي فاي ستيت والنتورك ستيت، وفي نفس الوقت برضو الكورس لوكيشن والفاين لوكيشن اللي انا اتكلمت عليهم من شويه، الموقع التقريبي والموقع الدقيق، يعني يجيبك الموقع بتاعك بالظبط، تمام؟ في نفس الوقت برضو الفون ستيت، حاله الجهاز، يعمل ارسال رسائل، يستلم رسائل، ريكورد اوديو، بعد كده المكالمات، بعد كده يقرا جهات الاتصال ويكتب على جهات الاتصال، يقدر ان هو يعدل الاعدادات، يوصل للكاميرا، يقدر ان هو يعمل مثلا قرايه للرسائل، يقدر ان هو يعدل على الذاكره بتاعه التخزين بتاعه الجهاز، في نفس الوقت برضو يغير الخلفيه، او يقدر ان هو مثلا يشوف سجل المكالمات او الويك لوك اللي هو القفل بتاع الجهاز. فدي كده صلاحيات البايلوت بتاع الميتا سبلويت. فانت شوف كده، دي برضو من ضمن اخطر الصلاحيات. وطبعا انا اتكلمت عن بايلوت الميتا سبلويت قبل كده بما يكفي، فمش محتاجين ان احنا نعيد الكلام تاني. فباختصار يا شباب، دي الفكره بتاعه الصلاحيات اللي هي بتطلبها البرامج من الجهاز بتاعك عشان تتحكم في الجهاز بتاعك. وفي نفس الوقت برضو لازم يكون عندك يعني وعي امني شويه، مثلا لو لعبه عندك على الجهاز فليه واخده صلاحيات ان هي تقدر مثلا تقرا جهاز الاتصال او الكورس لوكيشن او الفاين لوكيشن الموقع بتاعك، تقدر تعدل على الملفات بتاعتك او الكاميرا او ريكورد مثلا اوديو او المعلومات دي، يعني كبرها مثلا السنسور وشويه معلومات خفيفه اللي هي مثلا تعمل الاكسترنال ستورج، ان هي تخزن بس الملفات بتاعت اللعبه على الجهاز. لكن لو اللعبه دي مثلا هتشوف الرسائل بتاعتك وتبعت الرسائل من عندك مثلا، تشوف سجل المكالمات وجهات الاتصال بتاعتك وحاله الجهاز والاعدادات بتاعتك وتكتب عليها، لا، فالموضوع هنا يعني ممكن يحصل عمليه انجكت او حقن مثلا في لعبة مثلا يحقنوا فيها برنامج دار، فانت لما بتشغل اللعبة البرنامج دار بيشتغل، فانت بتكشف الصلاحيات دي وبتعرف اللعبة دي ضارة ولا لا، فهمت قصدي؟ طيب فده باختصار الفيديو، اسف ان انا طولت عليكم، بس حبيت ان انا اوضح لكم كل حاجة. يا ريت تحتفظوا بالفيديو ده والصورة دي، اسيبها لكم على التليجرام عشان تستفيدوا منها وتخلوها دايما موجودة على الجهاز بتاعكم. فده باختصار الفيديو، ان شاء الله في الفيديو الجاي هحاول ان انا انزل ان احنا ازاي نراقب السلوك في الخلفية بتاع اي تطبيق من على الباربي سويت. وده كده باختصار الفيديو، بتمنى تكونوا فهمت الفكره، وبتمنى يكون الشرح واضح. لو عندك اي استفسار ولا اي مشكله سيبها لي في كومنت تحت الفيديو، برد على كل التعليقات. ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد زي ما انت استفدت، ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس 7. السلام عليكم.